انا مشتاق من الحلقه المنصرمه نعرف عمليه استئصال وظروف بالمنظار. زمان كان المريض يفكر 1000 مره قبل ما يعمل عمليه مفتوحه، لكن دلوقتي لما اقول له انا هعمل لك بس جرح اقل من السنتي بالظبط كده زي الخربوش، يعني احنا خربوش صغير. طب لو حد عنده غضروف ثالثه ورابعه ورابعه وخمسه، غضروفين، انا ممكن افتح فتحه واحده على ناحيه وانا بس هغير الاتجاه، لان هو حضرتك انا 5 درجات تغيير في الاتجاه دخلتني على المستوى اللي فوق او المستوى اللي تحت. امتى يتوجه للطبيب؟ هو حاسس ان حاجه بالنسبه له مش طبيعيه. أيوة. على الاقل هيستشير حد جنبه اخصائي في التخصص ده، هيقول له ده كلام مقبول ولا كلام مش مقبول. الأستاذ الدكتور حازم نجم، أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، جامعة المنوفية، زميل جامعة ويل كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية في مناظير قاع الجمجمة والمخ والتداخل المحدود بالعمود الفقري، زميل جامعة كولومبيا في جراحة اعوجاج وتشوهات العمود الفقري، زميل جامعة جرايسفالد الألمانية في جراحات التداخل المحدود لأمراض المخ والعمود الفقري، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى العربي الدولي، استشاري جراحة المخ والأعصاب بالهيئة العامة للتأمين الصحي. أهلا بسعادتك مع الدكتور. أهلا بحضرتك. أنا مشتاق من الحلقة المنصرمة نعرف عملية استئصال وظروف بالمنظار. تمام. نبدأ بقى مع حضرتك، إيه تمام. الصورة دي بقى؟ ما ده التصوير الرنين المغناطيسي زي ما كنا بنتكلم. دي الخريطة اللي إحنا بنشتغل عليها. تمام. يعني أنا دلوقتي معايا خريطة للمكان اللي فيه المشكلة. نعم. أنا بس محتاج إن أنا أنشم بقى على الهدف بتاعي وأتعامل معاه بمعنى أصح. إيه بقى المشكلة هنا؟ هنا إيه السودة دي هنا؟ هنا دي الفقرات، يعني دي التالتة الرابعة الخامسة. تمام. ده الغضروف الطبيعي هنلاقيه بحذا بقية الفقرات. تمام. يعني ما هوش بارز من مكانه ولا ضغط على أي جذر عصبي أو حزم عصبي. هو الأبيض ده العصب؟ هنا ده المفروض الأم الجافية فيها السائل النخاعي والجزء اللي هو الرصاصي أو المادة الدهنية كده ولا؟ عامل زي المية. يعني بيبقى عامل زي المية بالظبط، بس طبعا في مكونات، يعني في مكونات. الأم الجافية. الأم الجافية دي عبارة عن غشاء، يعني بيحوط السائل النخاعي يحافظ عليه في مكانه. اللون الرمادي ده اللي هو الالياف العصبيه او الجذور الاعصاب اللي هي بتخرج المفروض ما بين الحبل الشوكي او بالظبط. هو الحبل الشوكي بينتهي في مستوى اعلى شويه وبيكمل هنا الحزمه العصبيه. تمام. هنا هنلاحظ بشكل واضح، يمكن مرضى كتير يقدر يبص كده في تصوير الرنين ويقول لك انا عندي غضروف او شكل كبير اهوت عن بقيه الفقرات اللي هو موجود هنا بالفعل ده. تمام. الجزء اللي خارج ده. فده عامل له الم شديد في رجله اللي هو معروف بعرق النسا، وطبعا جرب علاجات كتير وحاجات كتير، لكن برضو عشان الغضروف حجمه كبير يعني ما استجابش للعلاج بشكل جيد. نعم. في برضو هنا عندنا حاجه يعني دايما بنقول ايه، يعني كوست بنفيت او الفايده اللي انا هحصل عليها او التكلفه اللي انا هدفعها، ما اقصدش التكلفه الماديه، انا اقصد التكلفه البيولوجيه. يعني زمان كان المريض يفكر 1000 مره قبل ما يعمل عمليه مفتوحه، لكن دلوقتي طبعا. لما اقول له انا هعمل لك بس جرح اقل من السنتي وكمان هنعمل فيه غرزه واحده بس، او ممكن حتى كمان ما نعملش غرزه ونعمل بس عليه بند كده صغيره او لزقه صغيره والغيار خفيف، يعني حاجه بسيطه بالظبط كده زي الخربوش، يعني احنا خربوش صغير. خربوش. بس في سؤال تعبني يا دكتور. حضرتك بقى عشان توصل للغضروف، انا متصور هكذا، يعني المريض لو نايم على بطنه كده زي الموديل اللي معاك مع حضرتك ده، الغضروف طالع ففي الحزمه العصبيه. تمام. عشان تخش تشيل الغضروف يبقى لازم تدخل الحزمه العصبيه دي، ما تخش الغضروف يعني ازاي؟ هو في كذا حاجه، هي الحزمه العصبيه عباره عن لو يعني زي ايدي كده، لو انا قلت الغضروف موجود هنا في المنطقه اللي ما بين الصابع ده، ما هو ممكن الصابع ده نشوف الموديل موجود او فقرتين ده يكون اسهل شويه مش كده؟ هو الاصفر ده اللي جوه ده. ده 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 هنا العصب، جذر العصب، وهنا أيوة. ديت اللي هي المفروض الام الجافيه والحزمه العصبيه. الاصفر ده الغضروف اللي هو الجذر العصبي. ده الجذر العصبي، المكان العصب بالظبط، نعدله شويه لانه يبقى الغضروف بقى جوه صح؟ الغضروف من جوه. انا طب. ممكن اوريه حضرتك لو هو عشان المشاهدين يطمنوا بس، وانا كمان اطمن يعني بصراحه. انا شغوف جدا بالتقنيه الحديثه دي يا دكتور. هو العصب بيكون مكانه الصح هنا كده، يعني مكانه في المنطقه دي بقى كده. الغضروف مكانه هنا، العصب بيكون خارج الغضروف. ده المستوى بتاعه. احيانا الغضروف يخرج من مكانه ويبدا يتجه ان هو يضغط على العصب الداخلي او العصب اللي خارج الجانب اللي خارج من القناه العصبيه. تمام. اللي احنا بنعمله زي ما احنا قلنا كده، انا بنزل بالباراشوت بالظبط كده على مكان الغضروف بالانبوبه بتاعتي اللي انا هشتغل من خلالها بالمنظار من الجنب كده. من الجنب.
احيانا دي فتحه طبيعيه، دي فتحه موجوده طبيعي ما بين الفقرات، ممكن اكون جاي برضو من الخلف ايه اللي بيفتح مختلفه ده ولا ده؟ بعض المستويات يعني لو مستوى قليل ما بين الفقره مثلا الخامسه والاولى بيكون الفتحه الخلفيه واسعه قوي فاقدر ادخل منها، ده طبيعتها، ده طبيعتها كده يعني يعني بتميل انها تكون واسعه شويه، لكن لو مستويات الرابعه والخامسه او اعلى من كده بيكون الفتحات الجانبيه اعلى. كذلك برضو منطقه الحوض، يعني عشان الـ 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 الحوض من الجنب احيانا بعض المستويات صعب ان ادخلها، بيجي لنا هنا عظمه الحوض الجانبيه هتبقى قصادي، هتحوش شويه، لكن لها حاجات بنقدر نتغلب، تكنيكات وحاجات وممكن نغير الزاويه بتاعتنا بحيث ان احنا ندخل برضو مستوى منخفض. لكن الخلاصه ان انا بحدد لو دخلت بقى من الخلف ممكن تشيل حته عظميه كده ولا ممكن حاجة. حته صغيره بس اوقات كتير برضو ما نحتاجش، لان الفتحه نفسها بتكفينا بزياده كمان. بس ما تستخدمش بقى بالحزمه العصبيه دي تخرمها كده، هي الفكره كلها بتعتمد على المعلومه الدقيقه اللي عندي من تصوير الرنين ومن الصور اللي انا باخدها بالجهاز السي ارم، ان انا دايما بنزل على جزء امن، الجزء الامن ده ممكن يكون عظم انا عارف ان هو عظم زي ما برضه بنعمل بالميكروسكوب كتير، انا بنزل على العظم الاول فالعظم امن 100%. احسنت، يعني انا بنزل دي مهاره الطبيب وبشوف كويس مش على جهاز كويس وفي نفس الوقت انا بحسه، يعني لو حضرتك انا نازل بالاله بتاعتي في بدايه الجراحه انا بنزل على العظم بتجس بيها كده حاسس ان العظم خلاص. احسنت، تمام، استقريت حطيت رجليها الاثنين ابدا بقى التفت، والجزء الاقل يعني او في خطوره اكتر اقدر اتعامل معه لان انا واقف على ارض صلبه. تمام. خلاص انا عارف انا واقف فين. هي نفس الفكره لو انا داخل بالمنظار عملت زي ما اقول كده الهبوط بتاعي في منطقه الباراشوت بالظبط نزلت بالظبط على مستوى الغضروف اركب المنظار وابدا اتعامل معاه. طيب. العصب انا شايفه، العصب اللي فوق ممكن اشوفه كويس والعصب اللي تحت ممكن اشوفه كويس، لكن من يمكن من جمال العمليه ان انت احيانا ما بتبقاش محتاج تشوفه، يعني انت بتقول خليه في حاله انا مش ايه مش المسافه بينك وبينه قد ايه بقى مثلا او بين الغضروف بتبقى كويسه؟ بضع مليمترات يعني برضو امان، يعني ما التولز بتاعت حضرتك انا بشايف كويس الدنيا لما تيجي الصوره حضرتك هتشوف ان انا شايف يعني. الالياف مكبره بحجم يعني 100 ضعف الحجم الطبيعي او يعني حضرتك الانبوبه دي بالظبط حضرتك الانبوبه ديت هيبان منها دلوقتي صوره قطرها كبير حوالي متر. طب يلا نشوف ده كده غضروف بالظبط، ده الغضروف ده حقيقي بقى مش كده؟ هقول بس اتكلمنا في حاجه ان هو انا بقول للمريض دلوقتي انت عندك حاجه تعبك انت مش مضطر انك تفتح فتحه كبيره طبعًا. التمن بتاعك هي خربوش صغير او غرزه صغيره نقدر نشيل الغضروف اللي تعبك ونريح القصه دي خالص. احسنت، فهنا الموضوع بيختلف، يعني انا لو انا هعمل حاجه وهتكلفني كتير ممكن افكر فيها 3-4 مرات، لكن انا قلت لك لا هي مش هتكلفك كل اللي انت في بالك ده، حاجه بسيطه وانت محتاجها خدها بسعر احنا ما بنتكلمش ماديا، فلوس لان تكلفه المنظار هي نسبيا اغلى من الجراحه التقليديه لان التجهيزات طبعا بتتكلف، لكن انا بتكلم على التكلفه البيولوجيه، يعني انت مش هتتعب صحتك بالظبط، مش هتقعد شهرين في السرير 3 شهور مضاعفات وشق عضلات واهدار انسجه رخوه بالظبط ونزيف قد يكون نزيف والتصاقات وحاجات وتيبسات ولا تليفات، يعني بشكل عام المضاعفات بتبقى وارده في اي وقت لكن مع أقل. التداخل اقل بنسبه كبيره جدا، يعني احنا بنتكلم في يعني عشرات الفروق، يعني ممكن يكون يعني ممكن نسبه حدوث التهابات بتوصل احيانا الى اقل من 1% وجود مثلا بيبقى اقل من 1% نسب قليله جدا، يعني بعض المراكز يقول لك ما بنشوفش المضاعفات لكن وارد انها تحصل، وارد انها تحصل في مكان ما الله اعلم، لكن احنا بنتكلم عشان نكون يعني برضو واضحين وفي دقه، ولو حصلت مش هيبقى نفس الدرجه بتاعت الجراحه اقل كتير، يعني لو حصل التهاب فهو التهاب يعني حاجه بسيطه والتغلب عليه هيكون اسهل كتير طبعا من خلال حضرتك برضو من خلال حاجه مضاد حيوي وحاجات بسيطه نقدر نتغلب عليه لو حصل حاجه شكل كده لا قدر. ممتاز، كملنا بقى الفيديو الجميل ده. طبعا واضح هنا الانزلاق الغضروفي زي ما احنا كنا بنتكلم ان هو يعني بالعين المجرده او اي واحد هيبص هيقدر يحدد ان فعلا في هنا مشكله باين سهم موجود عليه. احنا اتكلمنا عن فكره المنظار ببساطه ان احنا ابره رفيعه بندخل على المستوى بعد ما نحدد المكان بالظبط بالجهاز التصوير داخل العمليه. ده الرابعه والخامسه؟ ده مثلا هنا الرابعه والخامسه بالظبط. تمام. المثل المشهور يعني. وبعد كده دخلنا بموسع اللي هو بالظبط عامل كده زي الالم البك بتاعنا اللي كنا بنكتبيه زمان. ودخلنا بالانبوبه اللي احنا هنشتغل منها، دي الانبوبه او ده البورت او ده اللي بنقول عليه الباب اللي احنا هنعمل منه كل حاجه. انا هنا بفتح باب بالظبط اقل من سنتي، مش محتاج افتح باب
10 ولا 20 سم هتكسر عظم كتير، هو مفيش تكسير الباب ولا اللي انا بدخل منه هو باب اقل من سنتي، ده المدخل بتاعي. حتى لو في العظم مش لو في هتشيله في العظم يعني في آلات بتتعامل مع العظم، في حفار وفي بالظبط. تمام. هنا احنا دخلنا خلاص داخل القناة العصبية، بشوف الغضروف المنزلق وبقدر كمان اشوف العصب بشكل واضح. دكتور حضرتك ما بتحتاجش بقى تشيل الصفائح العظمية اللي ورا لا دي؟ لا خالص، انا هي الصفائح العظمية ورايا، انا داخل قدامها. زي ما حضرتك كنت بتقول المريض نايم على بطنه، وانا صح. لو انا جاي من ورا هيقابلني الاول الصفائح العظمية، وهيقابلني الضفيرة العصبية، واخر حاجه اخر محطه عند الغضروف. لا انا هنا عكست، انا هنا دخلت على الغضروف مباشره، كل الحاجات اللي احنا بنتكلم عليها دي فوقيه في الطوابق عليا. احسن، انا نازل على الطابق يعني. انا نازل على الطابق الارضي او الاول نازل على الطابق السفلي على طول، ما جيتش من فوق لتحت، انا نازل على طول على المستوى اللي فيه المشكله. احسن نرجع دي بقى، انا شفت لقطه كده بحضرتك بتشيل حاجه. هي احنا قلنا وصلنا خلاص دي عمليه نفس المريض اللي هو كان اشعته واضحه من شويه. نعم. انا هنا دخلت بالانبوبه، دي الانبوبه، انا هنا داخل يعني الفيديو بس سريع شويه، وقف وممكن توقف وتعلق عليها حضرتك. دي الانبوبه مكان الرابعه والخامسه، ده المنظار انا داخل بيه. هو حضرتك انا ماسك كده في ايدي المنظار بالكاميرا بالالات نقل الصوره انا شايفها الناحيه الثانيه. يعني الصوره انا شايفها قصادي، المفروض هو المفروض كده ساعتك مش باصص لظهر المريض بقى، باصص على المونيتور الثاني. المونيتور المفروض ان هي في هنا في المكان هنا ده تقريبا. تمام. في جزء هنا اخضر حضرتك شايفه اللي هو الجزء ده جهاز التصوير اللي احنا بنعتمد عليه، اللي هو كان مديني الصوره من شويه، اللي هي صوره الارم اللي هو السي ار. جهاز بسيط جدا موجود، اي عمليه عظام بتتم بتستخدم الجهاز ده. تمام. ده هنا خلاص انا دخلت من الجنب، المنظار موجود اهوت، وانا في ايدي بقى اللي هو الجفت اللي انا ببدا اشيل الغضروف اللي هو في حضرتك اليمين ده اللي موجود في ده الجفت ده رفيع قوي برضه. الجفت رفيع بالظبط. بالظبط. هو في نقطه هنا، طبيعه الغضروف يعني دايما احنا بنقول ان هو حاجه رخوه، فانا مش محتاج فعلا غير حاجه شكل كده، دايما يقول لك يعني هل المنظار كان متكلس؟ متكلس معناها حقالات بتقدر تشيل الجزء المتكلس. هو بيفرق يعني في غضروف يبقى ممكن يكون ناشف شويه او في زوايا بيبان، ممكن يبان في التصوير. في التصوير لو احنا عاملين تصوير اشعه مقطعيه، وده احنا كنا لسه بنتكلم ان احيانا بنحتاج الفحوصات والاشعات التقليديه، لان بتبين العظم كويس. يعني لو في التحام في العظم او تكلسات بتبان في الاشعات اللي هي نقدر نقول هي على فكره المقطعيه تقريبا متزامنه مع الرنين في التواجد، يعني هم يعني ظهروا مع بعض. بس هو دايما في الاكس ري دي قديمه، لكن في دايما يقول لك ان الرنين احدث شويه. هو مش احدث، هي الفكره ان هو بيبين انسجه رخوه، والمقطعيه بتبين انسجه صلبه بشكل احسن بشكل افضل يعني. فنقدر نشوف التكلسات دي بالاشعه المقطعيه. غالبا بنكون يعني في حالات لو احنا شاكين في حاجه معينه برضه ممكن نطلب اشعه مقطعيه. وبالتالي بتحدد الاله اللي تشيل بيها بقى اللي احنا هنشيل بيها. ممتاز. بالظبط. الفكره بقى ان دايما في تشكك، هل احنا نقدر فعلا من الفتحه الصغيره. انا هقول بس عذر المقاطعه، ده الاستاذ دكتور حازم نجم على فكره بيعمل العمليه دي بحضرتك جنبي في غرفه العمليات برضه. فهو دايما السؤال الفتحه دي هنقدر نشيل فعلا منها غضروف كبير يعني؟ مش عارف يعني انا مستني هشوف يعني هطلعه ازاي. ما هو حضرتك احنا كده دخلنا ده الصوره. إيه بقى الحفاظ دي حضرتك الصوره اللي احنا بنتكلم عليها مكبره، يعني ده حضرتك من داخل الانبوبه. يعني الانبوبه اللي معايا هنا ديت انا دخلت كمان بالمنظار، والمنظار فيه قناه ارفع شويه في المنظار نفسه. في المنظار نفسه قناه انا بدخل اوكي فيها. تمام. والقناه اللي انا بدخل فيها بيدخل فيها آلة يعني كده ثلاث قنوات يعني. ثلاث قنوات، فمثلا الجفت ده تقريبا حوالي 3 مللي، يعني القطر بتاعه حوالي 3 مللي. فحضرتك شايفه لو هتشوفه حفار بترول والله. لا ده هو حضرتك هتشوفه هنا ده الانبوبه اللي احنا داخلين فيها. وده الجفت اللي داخل في هنا اهوت آلية للمسك او آلية ان احنا نقدر نمسك على الظروف الموجود بالفعل بتطلع وتمسك حاجه عامل زي الكماشه بالظبط. زي حضرتك كنت بتقول اللي بيمسكه بقى اللي بيلبس ده الغضروف. حضرتك لسه بتقول الكماشه دي الكماشه بتاعتنا. دي الكماشه اللي تمسك الغضروف وتشدها بالظبط، تطلعها تفضيها وتخش تجيب كمان حاجه تجيب الثاني. فهو حضرتك ده ادي جزء ادي. شوف حاجه حضرتك حجمه نسبيا كبير. ده كبير جدا. الله الله الله، ده في حتت كمان. وكان في حته قبله يعني، هو كان في غضروف قبله. امال ايه اللمبه اللي منوره في ده؟ الاضاءه بقى اللي احنا بنتكلم عليها. المنظار يبقى فيه اضاءه في الطرف بتاعه. وفي كاميرا، يعني هو الكاميرا بتدينا الصوره اللي احنا شايفينها من شويه. وبالتالي انت شايف جوه الدنيا شايف جوه قدامك يعني. شايفه.
بس ده غضروف طويل قوي يا دكتور. ده يعني هيبان كمان في اخر الفيديو حجم الغضروف اللي احنا قدرنا نستأصله. ندخل نجيب برضو غضروف تاني نجيب حته كمان. طب عذرا ان حضرتك شايف على الشاشه ان في غضروف بقيه جوه لسه كمان مش كده؟ اه نقدر نشوفها. مش قطعة زياده تاني؟ ايه ده؟ هو بالظبط هو ثلاث قطع. هو حجمه كان كبير يعني. ادي قطعه اللي حضرتك احنا بنعدهم هنا اهو. ادي واحده تمام. ادي القطعه الثانيه ايوه حجمها كبير برضو. يا خبر ابيض. وادي القطعه الثالثه. الله يكون في عون المريض ده. والبواقي الغضروف اللي هي برضو الاجزاء المتفتته. فيعني هو صراحه وده كله من الانبوبه. هو حضرتك من الميل 3 ميل مع حضرتك دي حضرتك حضرتك كده يبان الانابيب والموسعات اللي احنا بنشتغل بيها. دي الالات اللي احنا بنتعامل بيها. بس الالات رفيعه بالظبط. كلها الات رفيعه عامله زي السلوك زي الوايرز كده. زي انبوبه الالم بالظبط حضرتك. الانبوبه احنا يعني دايما نفتكرها كده بالالم البك. في انبوبه داخليه ديت الالات بتاعتها طبعا. وفي الجسم الالم نفسه ده اللي هو المنظار او الانبوبه اللي احنا بنشتغل بيها من بره. فهو حاجه صغيره خالص يعني جدا. لكن هي طبيعه النسيج هنا ان هو نسيج رخو. فاحنا بنقدر فعلا ان احنا نشده او نسحبه او نشفطه من الفتحه الصغيره دي. ولو كان برضو شيء متكلس في ادوات تانيه بتخش تكسره بقى وتشيله وترجعه تاني. الحاجه غير كده كمان بفرض احنا يعني لو في فرصه ممكن بنوري بعض الامثله لحاجات بخلاف الغضروف. يعني مثلا حاجه زي ورم. فكره ورم ازاي انا اشيل ورم من انبوبه رفيعه برضه. لو في فيديو معاك كويس اوريه لحضرتك. بس هو يعني مش على نفس الفيديو ده. ده اللي انا بكلم حضرتك فيه ان احنا دايما عندنا تدرج. احنا عندنا تدرج. يعني انا بشتغل حاجات اقدر اشتغلها عن طريق الابره. ده التقنيه دي موجوده واحنا المفروض بنكون متدربين عليها. ان انا اقدر منظار ابره والانبوبه دي منظار. وفي حاجات احجام اكبر شويه. يعني انا ممكن ادخل ببورت او المدخل بتاعي او الباب اوسع شويه حاجه بسيطه وادخل ببورت زي ده كده. البورت ده اقدر اتعامل مع مشاكل اكبر. يعني لو انا عندي لا قدر الله ورم بقدر اشيله من انبوبه زي كده. لو عندي مشكله مثلا التهابات او خراج. ورم فين عفوا؟ في النخاع في داخل تحت الام الجافيه في القناه تحت طبعا. احنا بنتكلم في بعض الاورام لان في احيانا اورام بتكون متشعبه. فانا يعني لو الورم متشعب ومنتشر يعني مش منطقي قوي ان انا هدخل من الفتحه اجيب ورم منتشر. لكن انا بتكلم ان ورم خراج مثلا موجود فعلا انا اقدر اتعامل بانبوبه شكل كده. ونسبه الامان كام؟ هي نسبه يعني هي ما تفرقش عن المفتوح. هي ما تفرقش عن المفتوح. يعني انا ببقى شايف زي ما انا شايف في الجرح المفتوح. يعني نسبه احنا يعني نسبه الامان عاليه. احنا برضو نفرق ان نسبه الخطا وارد ان يحصل خطا. يعني لو لا قدر الله حصل حاجه واحنا واقفين كده ممكن يحصل حاجه. يعني ما كده زلزال مثلا زلزال ولا حاجه او احنا واقفين حصل مشكله. يعني المنظار نعمل بيه غضروف. طب اسال حضرتك سؤال تاني. طب لو حد عنده غضروف ثالثه ورابعه ورابعه وخمسه غضروفين تمام ينفع بالمنظار برضه؟ ممكن بالمنظار فعلا. يعني احنا بنوجه بس. يعني انا بدخل اشتغل على مستوى بقى. لا هي فتحه ممكن حضرتك فتحتين. لو يعني فرض مثلا ان هو واحد على اليمين وواحد على الشمال انا كده مضطر اعمل فتحتين. لكن لو هو الاثنين يعني جاي على نفس اليم انا على اليمين او على الشمال انا ممكن افتح فتحه واحده على ناحيه وانا بس هغير الاتجاه. لان هو حضرتك انا 5 درجات تغيير في الاتجاه دخلتني على المستوى اللي فوق او المستوى اللي تحت. بس تغيير في الاتجاه. يعني انا بطلع واغير بس الاتجاه وادخل على مستوى تاني. تخش يا اما تخش فوق يا اما تخش تحت. بالظبط كده. من نفس الفتحه. من نفس فتحه الجلد لكن داخليا انا بس بتجه في اتجاه تاني. يعني ممكن تعمل غضروف مستويين بنفس في نفس العمليه. بالفعل. وقت العمليه بياخد قد ايه يا دكتور حاجه؟ هي طبعا بتعتمد على يعني ربنا مسهلها شويه ممكن تاخد من نص ساعه لساعه. حاله صعبه وفي تكلس شويه في الغضروف والغضروف ناشف او كان الدخول في البدايه صعب شويه. احيانا بيبقى عظمه الحوض عاليه واحنا بنضطر ان احنا ناخد زوايا بتكون حاده يعني شويه او تكون زوايا صعبه. سيكون ساعتين في التكرير قوي. بالظبط بالظبط. يعني مثلا لو مستوى ممكن ياخد ساعه ونص ساعتين. ساعتين كتير قوي. تمام. وهنا بقى بعد ما حضرتك بتطلع الغضروف المريض حالته طيبه حالته جيده الوظائف بتاعته هو تمام. هو احنا يعني حضرتك ما فيش فقدان بتخيطه قد ايه بقى في غرزه بناخد غرزه فعلا. هي غرزه احيانا زي ما قلت لحضرتك كده احنا ممكن ما نعملش غرز كمان. بس يعني انا بحب ان انا اكون واخد غرزه يعني كنوع من الامان وخلاص. لكن في ناس يعني كتير بتسيبش اثر في الظهر ولا بيبقى خربوش صغير. يعني زي يمكن هو لو يعني واقع قبل كده او متخربش او حاجه يعني عورته او حاجه ممكن يكون جرح اكبر شويه. لكن هو خربوش صغير يعني هو اقل من سنتي. ايه بقى يعني بعد العمليه ازاله الغضروف ده ايه الالام المحتمله
للمريض؟ يعني بتنصحه بايه؟ ممكن يحصل له ايه؟ مضاعفات؟ هو المريض المفروض ان هو يعني باذن الله بعد الجراحه، وخاصه لما يكون شايلين غضروف بالحجم الكبير ده فعلا وكان عامل له الم ومعاناه شديده، دايما الحاجه بتبان بالضد بتاعها. يعني هو كان عنده تعب والم شديد وسبب الالم ده خلاص زال اختفى، فهو بيحس فعلا بنتيجه بنقول عليها كده سحريه، يعني هو بيحس مفيش الم مفيش وجع وكمان ما عندوش وجع في ظهره او في اي مكان تاني. لكن برضه نفرق ان اوقات المريض بيبقى عنده الم طبيعيه، يعني البني ادم الطبيعي او الانسان الطبيعي ممكن يصحى من النوم ظهره تعبه، عمل مجهود ظهره تعبه، في شويه الام، في شويه الام في المفاصل، فدي حاجات موجوده. يعني برضه الجراحه مش بتلغي كل الالام دي او بتخليها تختفي، هي محدده، لكن يعني. لكن هي الفكره انا بالظبط انا منشن على حاجه معينه وانا هستثنيها او هشيلها. الحاجه دي عامله لك الم شديد نازل في رجلك، خلاص الالم ده يروح. طب لو في اشعه تانية بعدها عشان يشوف، احيانا كتير بنعمل تصوير بعد كده كنوع من المتابعه، لكن هي بس الفكره ان المريض لما بيتحسن خلاص. هو بيبقى يعني مش راغب انه يعمل اي فحوصات تانية. وكمان انا عندي المريض خلاص رجع لوضعه الطبيعي ورجليه كويسه واموره تمام، فغالبا يعني ما بندورش ان احنا نعمل تصوير رنين. طيب بعدها انا بحط دايما نفسي مكان كتير المشاهد. اوقات كتير يعني لو المريض مثلا في فاسيليتي بتعمل لنا تامين صحي، يعني هو بينزل يعمل التصوير بتاعه على نفقه الشركه او نفقه التامين، خلاص احنا بنكتبها له. لكن سهله على لكن حسابه تبقى غاليه شويه على حسابه، يعني هو بيكسل شويه يقول لك انا بقيت كويس عشان توصل لك 2000 جنيه بالظبط، فانا بقيت كويس وخلاص بقى مش مشكله يعني. طب انا بحط نفسي مكان المريض دايما. دلوقتي كان في غضروف ضغط على الام الجافيه مش كده، وبالتالي هي ضغط على الحزمه العصبيه تمام، هي جزء من شغل الغضروف. بترجع بقى الامور مكانها والانبعاج ده بيتصلح تقريبا، ما بيحصلش التهابات في الحزمه العصبيه؟ بتبقى نسب ما بتعملوش مرك عينيه بقى بالحزمه العصبيه نتيجه الغضروف؟ في كلام اللي بيتقال عن الالتصاقات والالتهابات اللي ممكن تحصل. نسبة الالتهابات بشكل كبير قليلة جدا في التدخل المحدود، يعني سواء عملنا بمنظار عملنا بميكروسكوب بتكون أقل كتير ان انت تفتح جرح كبير. هو في الأساس سبب الالتصاقات والالتهابات اللي بتكون موجودة يعني مع العملية بيرجع شوية للأنسجة اللي هي بتكون متهالكة وميتة او محروقة بالجهاز الدايسيرم العادي او الدم اللي متجمع، لان ده كله بيحفز ان الجسم يعمل نسيج ليفي، وهي دي الالتصاقات اللي ممكن احيانا بتتعب المريض. اوقات كتير يعني قد تكون من اي جرح على فكره في البني ادم بيعمل التصاقات يعني. بس بالطريقه اللي احنا بنشتغل بيها ديت، وكمان هو هنا بيبقى عندنا في حاجه اسمها الغسيل ده اللي هو صلاين او محلول الملح اللي موجود ده دايما بيغسل باستمرار، فما يعني ما بيتراكمش داخل الجرح داخليا. بتنضفوا الجرح يعني باستمرار؟ هو لو ارجع لحضرتك يعني ده مهم عشان نطمن الناس انه التكنولوجيا بقت عاليه يعني. هي دي ميزه في يمكن في المنظار لو حضرتك هتلاقي فيه ميه نازله. في ميه نازله انا بتعزع حضرتك على الميه دي كلها، لان هي القناه اللي موجوده بتغسل برضه بيبقى فيه هي نفسها بتعدي فيها بالخرطوم ده. الخرطوم اللي هو الرفيع ده بيعدي فيه ميه اساسا. ده جهاز محلول عادي خالص، زي اللي ممكن لو حد بياخد محلول محلول عادي لو عنده ضغط قليل وبعدين الدكتور بيقول له هنعلق لك محلول، هو نفس الجهاز نفس المحلول بيغسل الجرح من جوه. بيعمل هو بيغسل حاجتين، هو طبعا بيشيل الرواسب بتطلع بره، ما هي بتطلع زي بره كده يعني. انا عندي في ورق قناه خلفيه هنا هو هنا داخل اهو ده الغسيل، في انا عندي قناه مقابله لها دي أيوة. بتطلع بنقدر نقول كده بالظبط الريش او الماي. الحاجه الثانيه برضو الغسيل بيخليني اشوف كويس، ما هو انا عندي مثلا لو نقطه دم ظهرت جوه او شويه دم او شويه عقاره مش هتخليني شايف كويس، لكن الميه اللي بتدخل بتشيل اي رواسب او اي حاجه فتخلي الصوره بالنسبه لي صوره رايقه، زي ما حضرتك بتبص كده في حوض سمك الميه لو رايقه بتبقى شايف السمك بالوانه واضحه وحلوه، لو في عقاره ولا حاجه ممكن ما تبقاش شايف كويس. فهي الميه دي سببها يعني ده فكره ان هي تغسل للرؤيه، وكمان ليها ميزه ثانيه ان هي بعض عوامل الالتهاب اللي ممكن تكون موجوده او اي دم بيتجمع هي بتغسله، وبالتالي بيخلي الجرح فعلا نظيف انت غسله كويس. يعني بتغسل وتطلع من ناحيه ثانيه تخرج من ناحيه ثانيه، وبالتالي تبقى عندك سايب الجرح نظيف ما فيهوش حاجه بالظبط. فهو الفكره ان هو دم قليل جدا اللي بيفقد، المريض ما بيفقدش تقريبا دم يسكر، بيحتاج نقل دم خالص، ما يعني مفيش يعني هو ما فقدش مثلا زي هو لو راح خد عينه يعمل تحاليل
يمكن ياخد عينه اكبر شويه من الدم اللي هيفقده هنا. طيب يعني في بعض المرضى بقى عندهم مثلا بياخدوا ادويه سيوله، الناس الكبار مثلا سيوله واسبرين وحاجات زي كده، بيعملوا منظار عادي ممكن ولا؟ ممكن يعمل منظار، بس برضو الاحتياط لازم يوقف ادويه السيوله قبلها على الاقل باسبوع باشراف حضرتك طبعا. مع الرجوع برضه بتعمل له تحليل؟ بنعمل برضه تحليل، بس احنا طبعا يعني لا انت يا دكتور حازم ده بتعمل له تحليل، بتشوف السيوله بتشوف بنعمل لكن يعني قبل برضه التحليل احنا بنرجع للدكتور المعالج، مثلا لو دكتور القلب او حد كاتب له حاجه عشان عنده سيوله يعني عشان جلطات او شرايين تاجيه او حاجه من الحاجات ديت، هو المفروض انه بيرجع لدكتور القلب نقول له والله احنا هنعمل عمليه، عاوزين مثلا نغير لنوع تاني او نوقف العلاج ده فتره مثلا فتره الاسبوع ده بحيث ان ما يبقاش في قابليه للنزيف. هو حتى ده موجود في في في, في جراحه الاسنان، يعني لو مريض رايح يخلع ضرس وماشي على ادويه سيوله هو برضه المفروض ان هو يرتب ان هو يقلل الادويه او يمنحها او يحسن الوظائف بتاعته بحيث ان هو بعد العمليه ويرجع للدكتور ممكن يبقى في نزيف، يعني ممكن النزيف ده يستمر شويه. فلان هنا نسبه السيوله بتكون عاليه يعني مش طبيعيه، فوق المستوى الطبيعي بكذا مرحله بمرحلتين ثلاثه. ففي الحاله ديت هو عنده قابليه ان هو ينزف لاقل شيء، فطبعا يعني للاحتياط بنظبط نسبه عشان الجرح يلتئم كمان. الجرح ان شاء الله بيلتئم، هي الفكره بس ان ما يحصلش تجمع دموي داخلي. تمام. هو نسبته قليله اقل كتير من المفتوح، نقدر ان احنا كمان احنا معانا هنا جهاز كي نقدر نكوي بيه لو في اي حاجه بت فعلا شريان صغير مفتوح. هو موجود على الترابيزه بس ما بيحصلش بقى جرح في الاورده او شرايين اورده يعني هي في احنا زي ما نقول كده بعض المضاعفات بيتخاف منها، يعني لو انا المنظار ده دخل في البطن ده ممكن يعمل مشكله، لكن احنا ما بنوصلش كده ان انا ابقى شايف يعني مش هنوصل للمرحله دي كده. نعم. تعود بقى لمهارة الدكتور يا دكتور برضو. بالظبط بالظبط. بس هو 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 الموضوع فيه مهارة، بس احنا مهارتنا يعني بقت ده جهاز الكي اللي بقول لحضرتك عليه. اللي هو ده هو متصل بجهاز تاني خارجي، يمكن كان ظاهر في الصورة لو ظهر معاك بقع دموية بتكويها. ده اللي هو جهاز الكي ده يصير عادي خالص، او اللي هو البايبولر العادي مشابه يعني له. بيتوسط بالجهاز ونقدر نكو بيه. في طبعا فيرجنز يعني وحاجات احدث زي جهاز التردد الحراري نقدر نستخدمه برضه في الكي. لكن بس الكي ما بيأثرش سلبا، ده الموضوع في ابسط صوره يعني. ما بيأثرش سلبا على حاجه عند المريض نفسه عند البيشنت. لا هي كل حاجات بنتكلم في الجرح وقطر يعني اقل من سنتي. فما فيش حاجه ضايقه. ما انتش بقى مصور بقى جرح مريض من ظهره كده قد ايه الجرح يبان مع حضرتك. انا راجل شكاك يعني اشوف اصدق. هو حضرتك هو باين هنا يعني ده الانبوبه اللي هي داخله، فحضرتك نتوقع صحيح انا معاك هيكون ايه. احسنت. وده احنا قلنا القطع اللي احنا استخرجناها. ده بقى له غضروف قد ايه يا دكتور؟ ده عايش بيه ازاي ده؟ ده خبر ابيض. بعد كده احنا بنجمعه بس عشان يعني خبر ابيض. ده كبير قوي يا دكتور. ده نحدد حاجه. ده الغضروف كله تقريبا طلع هنا. ده حضرتك جرح. يا هو حضرتك صعب انك تشوف ابعاده. هي الغرزه اللي باينه لكن الجرح مش باين. بس كده يعني هو الجرح نفسه ما هوش باين، بس هي الغرزه هي يعني لو الغرزه مش موجوده مش هتبان. يعني اللي عليها لزقه صغيره كده. هو حضرتك شايف العلامات المطرح ده كان عامل قبل كده عمليه؟ لا دي علامات حضرتك لما وصل يعني البنطلون او الاستيك اللي موجود سايب علامات اهو موجوده تمام. فهو الغرزه يعني الجرح لا يذكر يعني خالص. ده حضرتك ده صابع بشاور بيه، فهو اقل من الصابع يعني هو الجرح غرزه واحده. فهو غرزه بالظبط يعني اسبوعين ثلاثة بتنتهي مش كده ما لهاش اثر. مفيش بقى الام تانية مثلا بيحس بها المريض بعد كده او كالم علاج طبيعي مثلا كالم غضروف بيكون اتحسن. طب مثلا التنميل بقى والوخز والحرقان دي نقطة برضه حضرتك مهمة بتشير ليها. احنا هنا ناخد بالنا ان احنا في حاجة عاملة مشكلة احنا شلناها تمام. طيب المشكلة اللي كانت معمولة هي بتتحسن بنسبة كبيرة. طب هي النسبة دي قد ايه؟ ممكن توصل يعني تقارب لل 100%؟ ممكن تقارب لل 100%، بس احيانا بتبقى حاجة 90%، بمعنى ممكن وارد يبقى فيه شوية تنميل. ده سبب التنميل ايه؟ لان طبيعي انا لو جيت على بتلط بقى بالظبط كده بيتقال عليها التعبير ده. انا لو ضغطت على صابع واحد كده فترة وقعد يتألم 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 فك ايدك شيل الضغط، انا هشيل الضغط الوجع الشديد يختفي، لكن ممكن يبقى فيه نبح خفيف موجود أحسن. بعدها
النبح الخفيف ده من الاثر اللي كان موجود، لكن الاثر لكن الحاجه اللي كانت مسببه ما زال يعني. حضرتك كاستاذ مخ واعصاب ما فيش بقى ادويه مثلا تقوي العصب تحسن الاداء تاني مثلا؟ في ادويه كتير احنا بنخلي المريض يكمل عليها بتحسن من الوظائف وتساعد ان هو يتعافى ويرجع لوضعه الطبيعي. شويه علاج طبيعي. وهنا برضه معلش بيجي يعني بيجي برضه دور ان المريض يعني في مرحله بنقول عليها المرحله اللي هو يستجيب فيها كويس، ان هو ما يوصلش للمرحله يكون مثلا عنده زي ما احنا قلنا قبل كده عنده سقوط في قدم او عنده نقص شديد في الاحساس، لان الحاجات دي احيانا بتتاخر في التحسن. ما عندهم تاني ضعف عضلات سقوط قدم سقوط في القدم، هو اي حاجه مش طبيعيه المريض يحس انها مش طبيعيه يروح لدكتور، والدكتور يقول له بقى ده ممكن مقبول ولا مش مقبول، بس هو للعلم ان هو يبقى عارف ان هو سقوط في القدم، يعني هو لما يجي يلبس الشبشب او السابوه بتاعه او يحس ان هو بيتخلع او بيتقلع منه، لو هو طالع السلم يحس ان رجله بتتعلق على درجه السلم ما بيقدرش يرفع المشط لفوق، ده اللي هو سقوط القدم. مشاكل في الاخراج يحس ان هو عنده امساك، او ممكن لو دخل الحمام يحس ان ما بيقدرش يمسك نفسه كويس، او ممكن زي بيقولوا كده يسبقه مثلا الحمام يسبقه، او يكون مثلا عنده تنميل في منطقه المقعده، دي الثلاث حاجات الاساسيه. لكن تنميل في منطقه المقعده برضه وهو قاعد او هو نايم حتى في اي وضع. هل بتعمل ضمور يا دكتور؟ يعني تعمل ضمور في الايد في الرجل في الفم؟ وكذلك برضه بالنسبه للذكور ان هو يحس ان هو في مثلا ضعف في الانتصاب او في حاجه ضعف جنسي. ضعف جنسي هو ده ممكن يكون ليه اسباب ثانيه، بس يعني احد الحاجات احتمال منها، يعني احتمال ممكن يكون لو فعلا عنده غضروف كبير وضاغط ممكن يكون ده سبب. فدي الحاجات الاساسيه، لكن طبعا الثلاثه الاولين دول اي واحد عنده حاجه منهم هتبان هتعرف بسهوله. ممتاز. انا في نهايه الحلقه عايز اخد من حضرتك نصيحه الغرف ليا المشاهدين الكرام، امتى يتوجه للطبيب؟ هو لو فورا في يعني في مشكله هو حاسس ان حاجه بالنسبه له مش طبيعيه. أيوة. على الاقل هيستشير حد جنبه اخصائي في التخصص ده. هيقول له ده كلام مقبول ولا كلام مش مقبول. طبعا لو ما عندوش حاجه من الضعف من الكلام ده كله خلاص هو ممكن ما يعملش فحوصات ولا تصوير، لكن فرضا مثلا الموضوع مستمر في الحاله ديت هو الاخصائي او الدكتور هيقول له لا اعمل فحوصات، نشوف الفحوصات طلعت سليمه طلعت مثلا فيها تغير ولو بسيط خلاص احنا عارفين ان الامور مستقره. والموضوع هياخد بس متابعه وحاجات تحفظيه وياخد باله من نفسه ويهتم بصحته وجسمه بالوزن بالتعليمات العامه هياخدها معاه بحيث ان الموضوع ما يتفاقمش. والله انا رايي في وجود المنظار الدكتور حازم يعمل الغضروف ويشيل وخلاص عشان ما ياخدش مشكله معاه. هو في نقطه مهمه، انا مع حضرتك، بس هو في نقطه مهمه، احنا عامه ما بنعملش جراحه استباقيه يعني او جراحه وقائيه، يعني لو حاجه في الاول هي ما بنعملش جراحه، ما يدخلش يعمل ولو حتى بالمنظار. الفكره ان هو لازم يكون في حاجه فعلا مقصره معاه بحيث ان هو يستفيد من الحاجه اللي هو هيعملها، يعني يعمل جراحه بالمنظار يقوم يستفيد، ده فعلا بيحس بفرق، لكن المريض اللي يعني عنده غضروف بس مش مؤثر عليه صغير خالص ومش مؤثر عليه هو مش هيحس بفرق، بالعكس بقى يعني هو احيانا بقى في عشان ما تتفاقمش المشكله وتزيد. لا ملهاش علاقه، ملهاش فعلا ملهاش علاقه. هي فكره بس الغضروف ان هو بيحصل تهالك له مع الوقت، هو حتى انا بعد ما شلت بالمنظار ما وارد ان الغضروف ده يرجع تاني. الغضروف المرتجع هو ملوش علاقه بان انا شلته بالمنظار او شلته بجرح مفتوح. هو بالظبط احنا قلنا كده زي انبوبه المعجون، انا ادوس عليها جزء يخرج مع الحفاظ، ادوس عليها تاني ممكن جزء تاني يخرج. الموضوع ممكن يتكرر. احنا نكمل معاك بقى الارشادات دي كلها وكيف يحافظ على نفسه حتى من الغضروف، ويا رب يشفي كل مريض وما يجرهمش غضاريف اساسا، يعني الوقايه خير من العلاج بقى طبعا. في حلقه قادمه ان شاء الله باذن الله. واتكلمنا يا ريت بقى عن الميكروسكوب ده كده عن المنظار. انا بس عايز من حضرتك طلب تاني معلش. تمام. اذا في اورام او خراريج في برضه في الظهر، لو في عمليات عند حضرتك نجيبها نشوفها ازاي بتعملها بالمنظار. تمام. وازاي بتعمل برضه بالميكروسكوب. تمام. ولو في صور بقى عشان نشوف الفرق بين الجراحه العاديه والميكروسكوبيه والمنظريه. تمام. ازاي بقى عشان الناس تختار او تقدر تطمن ان في وسائل التقنيه اصبحت في الطب كبيره جدا 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 ومعاملات امان كبيره. تمام ان شاء الله باذن الله. ربنا يبارك في حضرتك دكتور حازم، نورتنا جدا في الحلقه دي يا دكتور. الله يخليك. شكرا يا دكتور. شكرا متشكرين. الله.
مشاهدينا الكرام، نشكر حضراتكم ونشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم العالم الجليل الاستاذ دكتور حازم نجم، استاذ جراحه المخ والاعصاب بالتداخل المحدود بكليه الطب جامعه المنوفيه. شكرا لك سيادة الكريم. شكرا لك سيادة. نرفع بك يا دكتور. الله يخليك. حتى ضمان لقاء جديد. شكرا لكم والى اللقاء. شكرا. لو بتعاني من غضروف في العمود الفقري يبقى الحلقه دي هتهمك جدا جدا جدا، ولو خايف من العمليه الجراحيه يبقى برضه الحلقه دي هتهمك. لكن احيانا المريض بيجي بقول له على طول جراحه، بس ايه سبب ان انا اقول له على طول جراحه؟ احدث وسائل تقنية علاجية للغضروف في العمود الفقري. يقول لك انا عملت اشعة وظهر فيها غضروف، وفي ناس تقول لي محتاج عملية، في ناس تقول لي انت مش محتاج عملية، فبيبقى في حيرة. احنا انا عندي تقسيمة بسيطة خالص، انا بقسم الغضروف لغضروف مؤذي وغضروف مزعج. ايه هي الحالات اللي حضرتك بتقول عليها دي تبقى حالات خطيرة تستدعي اجراء عملية جراحية في الغضروف؟ في خلال الاسبوع الاول بعد العملية يقول لك انا رجلي اتحسنت، الضعف اللي كان موجود ده اتحسن. في مرضى كتير بيجي يقول لك انا عاوز الحق الغضروف هو في اوله، يعني انا عاوز دلوقتي هو الغضروف لسه صغير انا عاوز الحقه هو في اوله. ايوه. في الحقيقه ان احنا ندخل نشيل حاجه وهي صغيره كده ده ملهاش اي دور ولاهاش اي يعني فايده خالص بالنسبه للمريض لو الغضروف مش عامل اي اعراض. تنصح مريض الغضروف انه يتوجه مباشره يعمل عمليه عشان ما يوصلش لمرحله ازاء العصب؟